رجعنا لكم ومعانا المفاجأة اللي ما بقتش مفاجأة، إبراهيم يعني قال لكم عليها، لأن الحقيقة أنا كنت عايز أقدم الاثنين بصفة واحد صحفي كبير والتاني لاعب كبير، ولكن يجمعهما صفة مهمة جدا قلما تتوافر سواء في الصحافة أو في نجوم الكرة، وهي المفكر الكروي. معانا الصحفي والمفكر الكروي أستاذ نبيل عمر، معانا اللاعب الكبير والمفكر الكروي الكابتن محمد رمضان. منكم إبراهيم، أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين يا كابتن. طيب وكل أسرة الأهلي طيبة وكل المشاهدين بخير وسلام. والله بعودة يا رمضان. رمضان كريم طبعا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين يا كابتن رمضان. طيب أستاذ نبيل، كابتن محمد رمضان أو أي رمضان في شهر رمضان اسمه مغري صحفيا. طبعا. يعني على طول يروح للعنوان. اعتقد كل جمهور الاهلي فاكر طوال مسيره الكابتن محمد رمضان، يجي شهر رمضان، رمضان يجيب جون، تسمع تقرا رمضان جانا، والله بعوده يا رمضان. وعايز افكرك باكثر من غلاف رمضان جانا الرياضي. رمضان جانا كان دايما نجم غلاف رمضان جانا او والله بعوده يا رمضان. التوقيت ده بالنسبه لرمضان، انت في المسيره حضرتك مدير تحرير الاهرام الرياضي في الفتره اللي رمضان متالق فيها مع النادي الاهلي والجيل الكبير، هو طبعا كان رمضان بالنسبه لنا اول ما جه من رمضان الشهر ولا اللاعب؟ رمضان اللاعب. اما جه بين اما جه فكنا طبعا رمضان الشهر ده حدوته ثانيه لانها تخص كل المصريين. واحنا كشعب يعني لينا عادات وتقاليد وافراح خاصه بينا غير موجوده. ان انا لفيت يعني شاء الحظ ان في مرات كثيره ابقى خارج مصر في دول عربية أو في جاليات إسلامية في دول أوروبية. إحنا حاجة تانية خالص، وخاصة في الأحياء الشعبية، وأنا ابن حي شعبي، فطبعاً كل التقاليد والقيم والحاجات الجميلة جداً. فرمضان ده حاجة عظيمة جداً. رمضان في مصر حاجة تانية. لا، في ضمير المصريين بشكل عام. حتى وأنا جاي دلوقتي سواء من حي شعبي في القلعة، فبيحكي لي بيقول لي نحن لا ننام. قلت له عمرنا ما كنا بننام في رمضان. احنا مشكلتنا في رمضان النوم. ان احنا يعني بنخلص صلاه الترويح بعد كده حفرنا ام كبيرنا، واحنا عيال لا، احنا عاملين بومب وحاوي ودونا العاده والكلام ده كله، وننزل نجيب نلم فلوس ونلعب وحاجات زي كده. فالمصريين ده رمضان في مصر. اللمه كمان، يعني فكره اللمه يعني الناس تتلم مع بعضها، هذه اللمه معناها بالقلب بالقلب من اجمل ما يكون. هذا التواصل الانساني سواء مع العائله، الاقربين، القرباء، الاصدقاء، الزملاء حتى في العمل اللي بيعملوا افطارات مع بعض او سحور مع بعض، لا، في الجزء الانساني في هذا الشهر، وكل واحد بيحاول يحبس الشيطان اللي بداخله. وانا رايي، عايز اقول لك انا رايي ان احنا بننجح الى حد كبير، عدا في الصيف لان الدنيا بتبقى حر فالناس بتبقى متنرفزه طبيعي، فبيبقى الدنيا حر. لكن في الايام اللي هي ما فيهاش الحراره الشديده قوي، لا، الناس فعلا بتقدر تحبس الشيطان وحتى الخير. يعني احنا الناس، انا عايز اقول لك ان ناس كثيره في مصر تنتظر هذا الشهر بفروغ الصبر كي يقدمون خير للناس او يستقبلون خيرا من